يا زملاء يا توانسة، بن علي راه عمره محكوم وحده، يكذب اللي يقول كان يحكم وحده، كان يحكم وحده لا، بالحرس وبالشرطة لا، كان يحكم القضاة وكان يحكم المحامين وكان يحكم المثقفين وكان يحكم الصحفيين. نحن خارجين اليوم باش يقولوا فما مشكلة عند القضاة وفما مشكلة عند المحامين. الزوز أطراف هذوما قد ما فيهم ناس باهين كيما جمعية قضاة بالنسبة للقضاة، كيما عدد كبير من المحامين بالنسبة للمحاماة اللي شاركت في الثورة واللي وقتها سكتت البلاد كلها كانت تتكلم كيما كانوا فيها ناس وزاد يستغل فيهم بن علي. الزوز ملفات هذه اليوم لازمها تتحل. المشكلة كانوا عندنا في الوزارة هذه شكون ما عندوش إرادة، هو علاش؟ لأنه هو بطبيعته في تركيبته الذهنية جزء من نظام بن علي كما كان يقول زميل. هذا منذ 9 سنوات وهو عميد سابق المحامين. مشيتوا البيروه قلت نحبوا نعملوا موضوع عن المحاماة والسياسة وتخص فترة بورقيبة برك، راه ما تخافش ما نقلبوش بن علي. قال لي نعرف من بعد ما تولي بن علي هذا ما تقدر بشكل. لا ولا بجد انتوا بدون عيب هذا اللي يحكم. الناس اللي بالعقلية هذه واللي تعودوا كان يدبر راسه إلى آخره ويحضر الشعب وما يحضرش الجمعية غالبين عليها نظام بن علي والبوليسية، أو هو يحكم فيكم اليوم؟ هو يحضر لكم شكون ولا اليوم يقدر لكم شكون بالضبط؟ شكون يبقى في القضاء وشكون ما يبقاش؟ بن علي في وكالة الجمهورية وكيل الجمهورية في هذه المحكمة بالدليل نحكيه، وراه مش من الناس اللي نذكروا الناس بدون دليل، بالدليل اسمه نجيب معاوية. عندنا دليل هكا كل ما تقدم له شكاية ضد بوليس ضد طرابلسي ضد واحد من الفاسدين نجيب معاوية هذا اللي تو كيل الجمهورية يحميه. الوزير هذا ثبته في بلاصته، نجيب معاوية هو اللي حال بن علي، هو اللي حال السرياتي. ثبتونا رواحكم البارح خافوا البوليس، اليوم حين في رئيس سابق البارح كان يحكم فيه ما تجيش، ماهيش هذه العداله. شكون اللي خلاه؟ الوزير انت علق قالك متربي، هو برشا متربيين حطوا في كل الجمهوريه، هو برشا متربيين ماهو متربيين ما جاتش. والتطهير والتطهير والبدايه بالوزير والتطهير والتطهير والبدايه بالوزير. اليوم شي سكتونا يا توانسه، نحاو 6 قضاة من الفاسدين وفاهم اللي ماهوش فاسد اما استغلوا، مش فاسد ماليا اما استغلوا بن علي للتنكيل بخصومي. 6 برك 1800 قاضي، ثم شكون يدعي لي يلزم نربحوا البلاد من 1700؟ انا ما قلتش. ثم توانسه يقول لك على الاقل 1700 نحاو، احنا قلنا فما 100 200 من كبار المنحرفين اللي شهريته 1,200,300 ويحوس في سيارات فخمه عنده قصور. هذا من جابه ما امور تشهيد، هذا بعد الثوره يلزم يدير. هذوما جزء من القضاة، هما قضاة استغلوا بن علي للتنكيل بيكم يا دواسة. ما تديش كي بوليس ما تلقاش حقك كيما هذا، هذا كان ما يلزمش يكون في الحبس، على الأقل ما يكونش في القضاء. فما قضاة خذوا رشاي وأنتم ما تعرفوا قداش عددهم، مازالوا اليوم في القضاء. يقوم زميلة ولا غيرها يحكيوا عليهم يقول لك هيبة قضاء، نحن مع هيبة القضاء، أما يكونوا محترمين، نحن عندنا يمين أديناها تونا نحترموا القضاء، من سوء حظنا نقفوا قدام واحد منحرف ونقولوا له سيد الرئيس. نحيو هم لهذوما عشان نجموا نحترموا القضاة. يا توانسة بن علي راه حكم زاد المحامين مازالوا اليوم موجودين، اللي كلاو فلوس يتامى مازالوا موجودين، ما همهمش بن علي وحده، حماتهم هياكل المهنة اللي نحن نختاروا فيها عبر تاريخها، اللي نختاروهم هاي الديمقراطية ردوا بالكم منها، احتاطوا وعرفوا العباد، اللي اخترناهم نحن بيدو يحميهم في الفساد، لأنك يعني ما تحميش الفساد ما تطلعش تولي عميل، ما تطلعش تولي رئيس فرع. هذه مشكلة من المشاكل يهمكم مش تعرفوها كي تجيو تصوتوا غدوة، نحكي بالسياسة توا، أعرفوا العباد قبل ما تصوتوا له، نحن صوتنا العباد باش يطلع يلزموا يكون ساكت على الفاسدين، هذا جاء وجالت من واقع تونس يلزموا يتنحى. عندنا اليوم ناس تورطوا في جرائم معينة ومازال فما شكون يحكي فيهم، فما ناس حالهم في الهياكل، محكمة السلام تكسر القرار هذا خاطر القضاء فاسد، بشير الزكاري شخصيا كان يدخل هو بيده لدى القضاة كي تجي تعليمات باش يقول المحامي فلان وفلتان ما يتمسش. كان لازم يدخلوا الوزير هو بيده فساد ومنحرفين وقمة انحراف مازالوا في المحاماة، الوزارة اللي هم عليها القضاء اللي هم عليه وهياكل مهنة المحاماة اللي هم عليها منحرفين هذوما ما عادش عنده بلاصة. فما ناس وقتها بن علي محامين حرة محامين يختلفوا في 5 و10 آلاف عايشين بشرفهم، كفاءتهم العلمية الفوق مستواهم العلمي الفوق ويختلفوا في 5 و10 آلاف شي نجم يعيش، خاطر ما يحبش يتمثل، ما يحبش واحد يحوس هنا في بلاد يقنعك انت يا مواطن كون شي يهزك محامي طيارة وتقال الطيارة شيء تقال منحرف وقلاب. هذوما عاشوا بشرفهم وذروا في البلاد هذه، ثم سنة في آخر ناس عارضت بن علي،
فما سنفاخ الناس رفضت كانوا تكون في التجمع، اسمه عمره ما يخرج في قائمة تاع المحامين لنوب وشركات وبنوك. اليوم المحامين هذوما بيدو مش مازالوا موجودين برك، اسماهم مازال في القوائم، رغم وزير الداخلية ولا وزير الأول عفوا خرج مشهور قالوا تصرفوا تو ما عادش عندنا قوائم، ومازالوا المنحرفين هما بيدو بالشركات مازال تخدم فيهم. هذه هي الثورة، الثورة كون الناس قاسات قبل يبقوا ديما متضرين، وناس اللي كانت تستفيد بالفساد ويغلبوا في زملائهم ويجيو الاجتماعات ويكسروها ويقولوا لكم في الثالث كلمة الكذب، ويجيو يظهروا في قنوات تلفزية فيهم شكون قال لك لا زميلي والله بالحق ارتكب جريمة، الآخر يقول لك لا والله بالحق هذوكم معارضين بايعين الواحد للبلاد، ويجيو يدافعوا نظام بن علي ويشهدوا لكم ويحترم حقوق الإنسان. وبعد ألف منهم ولا قداش من بينهم محامين ينجدوه سيادته باش يقعد حتى 2014، وهذوما مازالوا موجودين اليوم ومازالت عندهم بلاصتهم ولا حد يحب يتجرى عليهم ولا واحد يحب يمسهم. المسيرة هذه موجودة باش تقولوا راهي المحاماة كانت نظيفة، بلاس نظاف اللي هما جزء كبير من المحامين، إلا هما المنحرفين في وسطنا، المنحرفين وزارة العدل هذه في العهد القديم كانت تستغل فيهم، هذه ساكتة ما الأخرى كانت تستغل فيهم، كانت تستغل فيهم وزارة الداخلية، كانوا يحتاجوها باش يضربوكم أنتوما في مصالحكم وباش يضربوا زملائهم، هذوما كانوا يفرحوا وقت تصير مشكلة بين المعارض وبين النظام القائم خاطر وقتها يافتوا الاجتماعات ويكسروا ويضربوا ويعملوا، وينهم؟ مازالوا اليوم ويكتبوا في التقارير وينهم مازالوا اليوم؟ هذوما اللي تحركنا من اجلهم، الكلمه اليوم للمواطنين الكل، راهو ملف المحامين يخصكم الكل، لانك في اي لحظه تحتاج المحامي، ملف القضاء يخصكم الكل في اي لحظه تقف متهم قدام قاضي، في اي لحظه تعرض حقوقك على قاضي، قضاتنا في جزء كبير منهم منحرف، وما قلتش 1700 احترام لاعتبارات معينه، نجم اقولها راهو، اما على الاقل بضع مئات من القضاة مع 10 وجوه، وبضع مئات من المحامين تتعاود تحل ملفات باللي ارتكبوا جرائم الكل، ويعطيكم الصحه الحضور، ونحب نقول لكم حاجه، مازلنا راجعين. مازلنا راجعين في مناسبه اخرى، حتى يستجيبوا للطلب نتاعنا باش يتعلموا كي يحكيوا على هيبه الدوله، يحكيوا فيها بجد بالحق هيبه الدوله كونه تبعد المنحرفين من جهاز القضاء ومن المحاماه، وشكرا لكم ربي يخليكم. حماة الحماة يا حماة الحماة، هلموا هلموا لمجد الزمن. لقد صارخت في عروقنا الدماء. لكن يتحدث تو، لكن يتحدث تو، اعطيني اعطيني اعطيني، لكن يتحدث تو، هذا اللي خاف منه بن علي، لكن يتحدث تو، هذا دخله الحبس بن علي، لكن يتحدث تو يضرب في المصدر وقت اللي يقول لك حاجه تصحيح. هذا الاستاذ محمد عبد، الاستاذ محمد عبد هو معارض من وقت بن علي؟ ماهوش معارض استاذ محمد عبد، استاذ محمد عبد ولد الشعب التونسي. بارك الله فيك استاذ، هذه زوجة الاستاذ محمد عبدو. شنو رايك استاذ في الوقفه الاحتجاجيه اليوم نتاع المحامين؟ باهيه وشويه. وشنو ما باهيه اما شويه، ومعناها وشنو رايك في اللي حاله نتاع الزميل ياسر الحاج سالم؟ على هي القصد منها ضرب المحاميه واضح، ميساج واضح، معناها مش قاصدين ياسر، ياسر كطرف ياسر كاداه لضرب المحامي وقامه واسكت، انا المحامي عمره ما يسكت. معناها تحب تقول لهم كيما ما سكتوش وقت بن علي راه ما نشوفش. وي ذا كليم. عايزك تقول لي. اي الكل 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 اي بالطبيعه ديجا مداخله الاستاذ محمد عبد سجلتها معناتها كامله. استاذ رضا بن علي مش بن علي مش العبدين ثقافه الجروبات الكل نتاع المحاماه. عايشك. Вот это вот.